Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayol musayyidin al-kiram, nal taki ma'ayya gusbukiyona, anal'an ma'awasad Ahsan, ana sa'atahaddas, ana sa'atakalam anil lughat al-arabiyah, yakni ana sa'arifu nafsi bil lughat al-arabiyah, wa ustad Hasan sayusahih kalami. Naam, Ustad? Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi hadhihi al-fursat al-thamina, اسمحوا لي أن أعرف نفسي لكم. صحيح. اسم الكامل أغوس مجيون. جئت من لامبونغ الشمالي. تنادونني أغوس. بإمكانكم أن تنادوني. إمكان ليس. ها بإمكانكم أن تنادوني. إن كان ما ممكن. لا أنت تقول لهم أنا اسمي فلان فلان. نعم. وبإمكانكم أن تنادونني. أو كذا. كذا. لطيف. اللغة لطيفة. اللغة لطيفة نعم كذا. هيا أكرر مرة أخرى. اسم الكامل أغوس مجونا. إن كان أن تنادونني أغوس. نعم. جئت من لامبونغ الشمالي وأنا الآن أتعلم في إدارة الأزهار. صحيح. إذا في خطأ أنا سأقول لك ما فيش خطأ استمر يعني استمر أنت لا توقف إلا عندما أنا أقول لك أكيد أنا مرحبا أنا أتعلم أو أنا أدخل في دارة الأزهر منذ شهر ديسمبر 2018 حتى الآن وهذه الدورة مشهورة في كل بلاد صومبونغ أمات سلام في مصر في يمن نعم مشهور هناك دورة الأزهر مشهورة في اليمن. هو الأزهر اسم في مصر كبير يعني. أخي دعاء. كبير يعني. الأزهر خذ لي في باري. لا باري. لا باري مشهور. نعم لا باري. هو قبل ما كان مشهور لكن الآن سيشتهر. الآن أزهر باري يعني إن شاء الله سينافس أزهر مصر. وأنا أفرح إنما أتعلم في هذه الدورة هناك نحن نستطيع أن نختار ماذا نريد مثلا يمكن نحن نريد أن نتكلم باللغة العربية بطلاقة أحسن لنا أن ندخل إلى هذه الدورة يمكن نحن نريد أن نركز في القواعد مثلا أصلا هناك جديد أيضا الفصول الذين هناك الفصول الذين يركزون في القواعد هناك فصول تمييز فصول مفتاح وكذلك فصول منهج أنا الآن أيضا أرافق أستاذ حسن الذين سيرجعوا إلى بيوته الذي بس ما الذين ما شاء الله نعم نعم صحيح أنا أكرر مرة أخرى أنا الآن مع أستاذ حسن الذي سيرجعون إلى بيوته الذي سيرجع إلى سيرجع أو سيعود 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 أنا الآن مع أستاذ حسن الذي سيعود إلى وطنه بلده أو كذا نعم الذي سيعود إلى وطنه إلى بلده وطنه أو إلى وطنه لكن قبل يرجع إلى وطنه سيمكث في جاكرتا سيمكث شهرا أو سيجلس في جاكرتا سيقيم كل واحد سيقيم إلى جاكرتا نعم مش إلى في دي دي في دي دي لا سيقيم في جاكرتا هو نعم أستاذ أغوس لماذا تتعلم اللغة العربية أنت؟ أولاً أنا أحب اللغة العربية أنا أحبه ثم أريد أن أتكلم باللغة العربية في الطلاقة كرياتي بعيد من المدينة وأنا أريد في الكرياتي هناك دورة مثل دورة الأزهر أنت لذلك أنا أتعلم اللغة العربية أنت ستصنع هناك ستعمل دورة أيوة أنا سأصنع الدورة بالأزهر في كم شهراً أنت تتعلم اللغة العربية في أربعة أشهر أربعة أشهر هنا كيس في الكلام لذلك أنا أدخل إلى دورة الأزهر ليحسن كلام اللغة العربية كم ساعة باليوم تأخذ في الأزهر تعليم اللغة العربية كم ساعة ستة ساعات على الطلام في دورة الأزهر أنت لا تأكل شيء لا تأكل لا أكل خبز يمكن أنا سأكل أولاً أكل يمكن هذا مني أمي كويس ما شاء الله شكراً كويس بس
انت تتردد يعني عادي لا انت كلامك كويس خلاص امشي استمر لا كل كلامك كويس ليش المشكله انا ساذهب الى كيف صحيح ولا لا تمام استمر انت هي تعليم اللغه يريد ان صح 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 ما رح يعني حاجه بسيطه ممكن لكن اغلب كلامك كله صحيح نعم سبحان الله تتحدث كويس ان شاء الله سيكون لك مستقبل باذن الله ستكون مدرس كبير يعني بارك الله بارك شكرا هلا مين هي الاصدقاء المحبون المحترمون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.